ايه رايك ماتش الزمالك والوداد؟ انا سمعت بالنتيجه ان هم كسبوا 4-0 وفرحت. لا ما شفتوش والله، بس فرحت ان الزمالك كسب الحمد لله. يعني هم كسبوا في بطوله افريقيا، الزمالك بيمثلنا كلنا، بيمثل مصر كلها. مبسوط من فوز الزمالك 4-0، طبعا كان ماتش مهم جدا. الحمد لله تمام، ما دام فرقه مصريه مش تفرق معانا، المهم ان مصر تشارك في البطوله دي. كويس الحمد لله ان في فريق عربي بيكمل في البطوله. الحمد لله لعبوا حلو وكسبوا عشان هم يستحقوها. هو استغل بس يعني غلط حارس المرمى ان هو ضعيف جدا، فهو لعب على النقطه دي عشان كده كسب. هو الزمالك بيلعب على يعني ما بنتفرجش منه الصراحه على كوره، يعني طول الوقت يدافع ومره واحده هجمه مرتده جول، يعني مفيش هجمات ولا لعب ولا، وفي الاخر بنقول له يعني مبروك يعني.